السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله فيديو جديد ومعانا النهاردة هنعمل حاجة حلوة. تمام، ما تنسوناش بقى في السبسكرايب ولايكات كتير وكومنت حلو منك كده يشجعني يعني. بس النهاردة هنعمل الباستا فورة او طرت زي ما او عجينة الطرت زي ما بتحبوا يعني. بس دي عجينة الباستا فورة. تمام، معايا 3 كوبايات دقيق، معايا 2 بيضة، ومعايا كوباية سكر وكوباية سمنة ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. تمام، دي معلقة صغيرة فأنا بعمل منها معلقتين، عيارها واحد معلقة كبيرة. تمام، واحدة فانيليا. تمام كده عملت المكونات الجافة مع بعض. هنا بقى هضرب المكونات السايله مع بعض، هحط البيض. تمام، ومعايا مربى طبعا فراوله، حابه اي نوع مربى انت حباه، حابه تحطي شوكولاته برضو براحتك خالص، زي ما تحبي. هي بيبقى زي البسكوت كده، طعمها زي البسكوت. العجينه بتاعتها يعني ممكن تعمليها زي بسكوت او يعني اللي هو الميني زي البيتيفور يعني. تمام، حطيت بقى السمنة اهو، هقلبهم بقى كده مع بعض شوية بالمضرب، وبعدين هشغل المضرب بقى عليهم، مضرب كهربائي عشان انا عايزة العجينة تبقى وفانيليا اهي عشان البيض. عايزة العجينة، عايزة سوري، المكونات السائلة دي كلها كده تبقى بيضة فاتحة او اللون الاصفر الفاتح قوي ده. تمام، هضرب كده، هخفقهم بقى كويس بالمضرب. طبعا لو ما عندكيش مضرب يدوي ممكن في الخلاط عادي، لو ما عندكيش مضرب كهربائي ممكن بمضرب يدوي عادي خالص، بس هياخد منك وقت شويه ومجهود، بس فالافضل يعني يا اما بالمضرب الكهربائي او بالخلاط يعني. لو ما فيش مضرب كهربائي ممكن بالخلاط عادي. تمام كده، بصوا اهو، هضرب بقى فيه كمان شوية كمان لحد خالص ما السكر يدوب. تمام، ويبقى فاتح كده. تمام، بس بقى هنزل عليه كده بالدقيق يعني. بصوا كده خلاص اهو، طالما عمل معاكي كده زي منقار كده في المضرب خلاص كده. تمام، هنزل بقى بالدقيق يعني واحده واحده كده، مش هنزل بالكميه كلها، وممكن تضربيها عادي بالمضرب وممكن برضو بايدك عادي خالص. تمام، هي هتبقى عجينه كده، هتشوفوا شكلها في الاخر يعني. تمام، بس انا بقى هضربها كده الاول بالمضرب وبعدين هحط بقى يعني هكمل بايدي. تمام، اهو هي عشان بتتقل العجينه بتتقل، فالمضرب مهما كان مش هيضربها كلها. تمام، فبايدك احسن، كل ما تبقى يعني تعمليها بايدك وتبقي ملكاها كويس كل ما تبقى احسن وتاخدي نتيجه كويسه في العجينه يعني. تمام، اهو خلاص بقى انا هعملها بايدي، بقى هكمل بايدي اهو، عجنتها بايدي. تمام، هي بتبقى مفروله كده شويه عشان هي بتبقى عجينه يعني ناعمه جدا يعني، ممكن تقطعيها لو عندك قطاعات او كده ممكن تعمليها بسكوت، بيبقى طعمها حلو جدا 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 وناعمه جدا. هجيب بقى في صينيه، حطيت فيها شويه زيت من تحت. تمام، وزي ما انتم شايفين الزيت اهو مش كتير، بس هو العجينه بقى شربت الزيت اهو خلاص. بصوا لازم احرفها كده من الجناب كده عشان الفراوله، لما احط مربى الفراوله ما تتحرقش. تمام، ولو عندكم بقى الصواني بتاعت الطرت اللي هي الجناب بتاعتها صغيره كده، دي هتبقى حلوه فيها قوي. تمام، وانت بقى براحتك ترفعي العجينه تعمليها يعني تخينه براحتك خالص يعني. تمام، هنزل بقى بالمربى كلها، دي مربى فراولة. تمام، برضو نوع المربى انت زي ما تحبي، تين مش اي حاجة عندك، ممكن براحتك خالص زي ما تحبي الطعم بتاعها يعني.
تمام كده بقى هوزعها كلها. هنزل الكمية كلها وبعدين اوزعها. بس كده هحطها هم كده كلها. بس الافضل ان انت تخرميها قبل ما يعني تخرمي العجينة من تحت قبل ما تحطي المربى، بس انا للأسف نسيت يعني. بس عادي مفيش مشكلة، انا عملتها بعد ما حطيت الفراولة. بس كده اهو خلاص. بس بقى هكمل عندي باقي العجينة. طبعا انا خدت نصها وخليت النص التاني. بصوا بقى هعمل ايه، عندي نصها اهو او تلت يعني ربعها، حتة كده صغيرة سبتها عشان ان انا اعمل عايزة اشكلها من فوق. طبعا زي ما تحبي، عندك قطاعات اللي هي السيليكون، انا للأسف ما كانش عندي، فانا اتصرفت بقى بغطاء ازازة كده وفردت العجينة خالص على كيس كده نضيف. تمام اهو، فرديها بقى بالسمك اللي انت عايزاه. بس هجيب بقى غطا الازازة بقى واقعد اقطع كده فيه واعملها جنب بعض دوائر دوائر كده، هيبقى شكلها حلو قوي. بصوا اهو بوريه لكم اهو، طبعا غسلاه اهو، هتنزل عادي مدورة خالص اهو. هكمل بقى كل العجينة كلها كده، يعني هقطعها دوائر دوائر دوائر. بصي تصرفي يعني، ممكن تعمليها شرايط كده يعني طويلة كده وتحطيها عليها، او ممكن تبشري العجين، يعني ممكن تبشريه بالمبشرة برضو هيبقى معاكي كويس، زي الجبنة الموتزاريلا كده، هتبقى شكل البيتزا يعني، فاهمين؟ بس انا يعني ايه، حبيت اعملها بالدوائر دي كده. وهتشوفوا بقى بصوا اهو جنب بعض كده، ترصيها كده جنب بعض زي ما تحبي بقى الاشكال اللي انت حباه. هكمل بقى كل ده كده بنفس الشكل ده كده. وعايزه اقول لك حابه ان انت ترفعي العجينه اكتر من كده رفعيها، بس انا ما ينفعش ان انا ارفعها لاني ما عنديش الصينيه بتاعه التارت نفسها اللي هي بتبقى حروفها رفيعه كده تمام ومش عريضه، دي صينيه عاديه تمام اهو. بصوا بقى شكلها حلو قوي، كانت شكلها حلو قوي فعلا والله. وطعمها كان حلو جدا جدا، طعم العجينه نفسه كان حلو جدا، عامل شبه البسكوت كده ومقرمشه وطريه من جوه ومقرمشه من بره، حلو قوي قوي. بس انا خلصتها بقى كلها كده اهو، هدخلها بقى الفرن تمام على درجه حراره 180 تحمر بس الاطراف من الجناب كده، هطفي من تحت واولع الشوايه من فوق تمام. يعني هتفتحي الفرن عليها هتلاقيها احمرت الاحرف بتاعتها من الجناب كده، تبقى هي استوت من تحت، تولعي بقى الشوايه من فوق تكمل تاخد وش يعني تمام. هنا بقى كانت طلعت من الفرن، عايز اقول لكم والله كان طعمها حلو جدا. طبعا دي تنفع للفطار الصبح او حاجه، كوبايه شاي بلبن او كوبايه شاي عاديه او كوبايه نسكافيه زي ما تحبي، وتاكليها بقى بالالف هنا. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في اللايكات كتير 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 وسبسكرايب كتير كتير كتير، وتقولوا لي بقى رايكم في التعليقات، ويا ريت تجربوها يعني وتقولوا لي رايكم ايه في التعليقات. باي باي في فيديو جديد.